السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا هذا الفيديو، ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو ضغطوا على لايك وخلينا كومنتير وبارطاجيو مع أصحابكم. لوبجيكتيف ديالنا ديسكريبسيون دانيمال، والانيمال اللي جبنا لكم اليوم هو لا غازيل، الغزالة. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو نكتبو التكست ديالنا بارتي بار بارتي وغادي نشرحوه. تابعوا معنا. لا غازيل ايت ان انيمال سوفاج، اي الغزاله حيوان متوحش. ال في دون لو ديسير، بمعنى يعيش في الصحراء. ال سنوري ديرب، يعني يتغذى بالعشب. سيت ان انيمال ايربيفور، بمعنى إنه حيوان عاشب. إلى كاتخ بات، يعني لها أربعة سيقان. إي دو كورن، أي لها قرنين. إي بوتيت كو، يعني لها ديل صغير. بعد ما سالينا الشرح ديال التكست ديالنا، غادي ندوزو القراءة ديالو. حبذا لو حتى نتوما تقراو معنا. لا غازيل. La gazelle est un animal sauvage. Il vit dans le désert et se nourrit d'herbes. C'est un animal herbivore. Il a quatre pattes et deux cornes et petites queues. ودابا كنكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. اذا وصلتوا حتى النهايه ما تنساوش اشتركوا في القناه وخليوا لنا لايك. واي كيستيون كان عندكم خليه في كومنتير. مع السلامه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله واله والاحبه. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاه الله واله والأحبة.